مصالحة كبيرة مع الكاميرا بعد غياب طويل. فأنا رجعت حقيقة، يعني واحد مجموعة من الرسائل اللي كانت توصل بها هي اللي كتشجعني باش نستمر يعني في هذا العطاء، يعني دروس طبعا الناس اللي مقبلين على البكالوريا او لا، يعني نصائح عدة للتلاميذ بصفة عامة، لان يحز في النفس انك تلقى اشياء اللي هي تافهة كتلقاها طالعة في التوندونس لا علاقة. فبالتالي يعني هذه المسائل انا زمتني بزاف، ما 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 بدون تعليق. اذا من خلال هذه الحلقة غادي نجاوب على واحد المجموعة من الاسئلة اللي تلقيتها عبر الاعلان اللي حطيت يعني في اليوتيوب. غادي نبدا بالسؤال الاول. استاذ انا عامله باك حر وبغيت عافاك تصحح معنا امتحانات المنهجيين، المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي، جاوني صعاب ونصيحتك كيفاش نتعامل مع الدروس كمترشحه حره. اذا تصحح طبعا ان شاء الله، غادي نحاول انني يعني نحط واحد جوج يعني جوج ديال التصحيح يعني في التصحيح سواء في يعني في المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي، او لا يعني نحط لكم غير الطريقه كيفاش يعني تخدموا بدون روابط، وتحاولوا نتوما يعني تربطوا ما بين السؤال الاول والسؤال الثاني الى غير ذلك، بحال ان يعني داك الامتحان غنجاوبوا ولكن بدون ما نكتبوا يعني انشاء متكامل، والا كفاتنا ان شاء الله الوقت غنحطوا يعني نحطوه كامل. سؤال موالي، لو السلام عليكم استاذ، لو ممكن استاذ اذا تفضلت تقول لنا كيفاش نتعامل مع الدروس اللغه العربيه من غير ما نوجد صعوبات. ما كاينش شي حاجه اللي كتجي سهله، ما ضروري من الصعوبات، ضروري من الشغال، ضروري يعني من كتاب المنهجيات، ضروري يعني من الحفظ المقدمات، ضروري من يعني ضبط المنهجيه ديال النص النظري والمنهجيه ديال النص التطبيقي، ضروري يعني من انك تعرف يعني الاتجاهات كلها وكل اتجاه والخصائص ديالو الى غير ذلك. اذا فهاد الشيء راه ما ساهلش، ما كاينش شي حاجه شي وصفه سحريه باق بالزربه راه لها في العربيه دقيناها نقادوا الامور، سينو ان تكون الامور كلها سهله يعني المواد كلها. سؤال موالي، لوح لينا الامتحانات الوطني مع التصحيح. طبعا راني حطيتها في الموقع ديالي اللي هو www.lahmidi.me، راني حطيت يعني واحد التصحيح، وطبعا الصفحه الرسميه ديالي على الواتساب، ماشي الحساب الشخصي وانما الصفحه الرسميه ديالي، انا غادي نخليها لكم يعني في صندوق الوصف. استاذ متى الاعلان على لوائح المقبلين الباك حر المؤقت؟ طبعا راه الا دخلتي الموقع ديال الوزاره راه غتلقى يعني التاريخ ديال الاعلانات او لا يعني النتائج ديال المقبلين، ورا اعتقد بان راه يعني راه تعلن على الناس اللي غادي تدوز. طبعا بغينا منهجيه نتاع النص النظري والتطبيقي مع شرح البحور، ما فهم والو في البحور. راه المنهجيه ديال النص النظري والمنهجيه ديال النص التطبيقي الاخوان راني حطيتها في واحد الفيديو في اليوتيوب، وإلا لحيتو على انني نعاودها ما كانتش مفهومه، فما كاين باس انني نعاود هذه المنهجيه ديال النص النظري والنص التطبيقي. فيما يخص البحور، شوف البحور ماشي من الضروري انكم ديروا البحور، لانك شوفوا معايا لان عندك 16 بحر، طبعا يعني خصك تحفظ هذه البحور هذه كلها، وملي غتجي ملي تعطاك مثلا قصيده وغتجي تقطع البيت الشعري ديالك فراه غادي تلقى صعوبات في التقطيع ديالها. اذا فبالتالي نصيحتي لكم بالنسبه للناس اللي بغات دير البحور، شوف الناس اللي متاكده وضابطه يعني تقطيع العروضي ديال البيت الشعري الى غير ذلك، فما فيها باس انها دير. اما الناس اللي ما ضبطاش يعني البحور ديالها وما ضبطاش تقطيع العروضي ديالها الكتابه العروضيه والى غير ذلك، فبالتالي ماشي من الضروري على انك دير البحر، يكفي انك تشير مثلا نظم الشاعر وقصيدته على بحر من البحور الخليليه مثلا، لا عطيتكم في احياء النموذج او سؤال ذات، فالبيت يعني او البحر فكيكون يعني البحر ذات نفس طويل. اما تكسير البنيه وجد رؤيه فغالبا كتكون البحور صافيه، وكنقصد بالبحور الصافيه هي البحور اللي كتعاود فيها التفعيله سواء جوج مرات او لا ثلاثه المرات، يعني البحر الصافي ضد او لا يعني عكس البحر مثلا المركب اللي كتلقى مثلا فاعل المفاعل، اما البحر الصافي هو اللي كتلقاه عنده تفعيله واحده فاعل مثلا. اذا ندوز للسؤال الموالي. السؤال الموالي كيقول استاذ بغيت المنهجيات اللغه العربيه باك حر. طبعا المنهجيات
راني حطيتهم وشرحتهم في بعض يعني في الـ في الـ في الفيديوهات اللي سبقوا. الله يجازيك بخير استاذ، خدم معنا المنهجيه والدروس الله يحفظك. دافعه باك حر وما فاهمه طبعا ما فاهمه والو، وحفظك الله احفظك الله ورعاك حفظك الله ايضا انت. طبعا راه كما قلت لكم في الاول راه داكشي اللي كنقدر عليه راني كنديرو، وطبعا الله يوفقنا على نديرو يعني كل ما في جهدنا طبعا من اجل المساعده ديالكم. السؤال الموالي تقول لنا كيفاش نتعامل مع الدروس العربيه من غير جاوبت عليه. بليز استاذ عمل لينا كيفاش نتعاملوا مع الامتحانات وشويه تشجيعات تفاديا للخوف وبعض النصائح الادبيه بعد الباك باش تنصحهم الله يجازيك. نتمنى جاوبني على الاسئله. اذا غنجاوبك بشق يعني بسؤال فيه واحد السؤال فيه مركب. غنجاوبك بليز استاذ عمل لينا كيفاش نتعاملوا مع الامتحانات وشويه تشجيعات. طبعا كيفاش تتعاملوا مع الامتحانات، انا راني ديجا قلتها لكم، قلت لكم الطريقه الوحيده هو انكم تشدوا النماذج ديال الامتحانات اللي سبقوا، النماذج ديال الامتحانات من 2010 ولا 2000 من 2000 نتوما كاع، وشدوا النماذج ديال الامتحانات وبداو تخدموا عليهم. هذه هي الطريقه الوحيده الا بغيتي انك تضبط المنهجيات طبعا، والا بغيتي تعود على الامتحانات. تصوروا معي انا هذا كنقول لكم يعني الباك يعني حر او لا المتمدرسين. راه مازال الباك المتمدرسين راه شنو كيديروا، راه كيخدموا يعني في الفروض او لا غير ذلك، راه كيخدموا على النماذج. اما بالنسبه لكم نتوما يا ان راه ما كتخدموش. اذا النصيحه ليكم هو انكم تمرنوا على الامتحانات اللي ديجا انكم خدمتوا. او طبعا الا كانت شي حاجه او لا هذا فلقيتوا شي صعوبات طبعا خليوا لي الاسئله تحت يعني هذا الفيديو اللي انا غادي نحطه. وشويه تشجيعات تفاديا للخوف وبعض النصائح الادبيه بعد الباك باش تنصحهم الله يجازيك بخير. طبعا التشجيعات كلها انا شوف انا تنقول لكم الناس اللي يعني دايره باك حر، وراه كل فرصه عندكم فرصه كبيره على انكم تجيبوا ان شاء الله باك ديالكم بنقطه عاليه. لان علاش؟ لانك تكون جهوي في يديكم، مازال يعني ما مهرسكم ما حتى حاجه، وطبعا الوطني الا خدمتوا له مزيان فكتكون عندكم يعني واحد الـ واحد الـ واحد الـ واحد لافونتاج باش تجيبوا نقطه عاليه. اما بالنسبه للتلاميذ اللي يعني كيقراو متمدرسين الى غير ذلك، ف الجهوي ماشي عائق، لان الجهوي عليه 25% كتبقى نسبه كبيره على المراقبه المستمره وعلى الامتحان اللي هو عليه 50%. اذا كل يعني كل الامل كيكون مازال لكم. كنهضر على الناس اللي ما جابوش مثلا نقطه مزيانه في الجهوي، اذا فمزيد من الاشتغال والاشتغال 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 الجاد. اما فيما يخص يعني ما بعد البكالوريا، انا نقدر نقول لكم هو بدا ركزوا على البكالوريا ديالكم، تجيبوا نقطه عاليه وان شاء الله ما يكون غير الخير مورا الباك. لان النقطه طبعا ديال البكالوريا هي اللي كتحدد لكم او اللي كتحدد لكم يعني شنو ممكن انكم ديروا مورا يعني الباك. اذا خوتي ما تنساوش اللايك، وما تنساوش يعني تابوناو في القناه، وما تنساوش يعني اللايك لانه حقيقه هو اللي كيشجع على انني باش نستمر في تنزيل مزيد من الفيديوهات. اذا اضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.